السلام عليكم أصدقائي، كيف الحال؟ أتمنى تكونوا بخير يا رب. أكيد كنا سمعنا عن ميزة القنوات اللي وصلت تطبيق الواتساب. يعني حاليا يا صديقي أنت بتقدر تنشئ قناة على الواتساب وتنزل فيها صورك وتشارك مع جمهورك أشياء هي شبيهة بنسبة كبيرة من قنوات التليجرام. ولكن في ناس كتير خايفين. ليش خايفين؟ ناس كتير كلموني على الانستجرام وقالوا لي يا أحمد احنا مش قادرين ننشئ قناة على حسابنا على الواتساب. يعني هل يا احمد حسابنا على الواتساب محظور؟ ليش احنا مش قادرين ننشئ قناة يا احمد على الواتساب؟ طبعا انا تكلمت كتير عن هذا الموضوع وعملت اكتر من فيديو، ولكن لحتى الان الاسئلة هذه بتجيني. يا صديق الموضوع هذا طبيعي جدا، انا نفسي هي حسابي على الواتساب، لو جيت ضغطت على الزائد هنا زي ما انتوا شايفين انا مش قادر انشئ قناة على الواتساب. حتى انا احمد مش قادر انشئ قناة على الواتساب. يعني هل انا حسابي فيه مشكلة؟ اكيد لا، الموضوع هذا بسيط وطبيعي جدا. كيف طبيعي؟ الميزة هذه هي ميزة جديدة، ميزة القنوات ميزة جديدة، لسه الواتساب قاعد ببعتها للكل بالتدريج. تمام، انا عارف انه الميزة وصلت ولكن مش كل المميزات وصلت. خليني اثبت لكم كلامي. لو رحنا على مركز المساعدة الخاص في واتساب، تعالوا نقرأ هنا شو كاتبين. كاتب لك ملاحظة: بدأ طرح قنوات الواتساب ولكنها غير متوفرة للجميع. هذه نقطة واحد. هنا بقولك انضم إلى قائمة الانتظار حتى يصلك إشعار عندما تكون قنوات واتساب متوفرة لك. يعني الأشخاص اللي ما وصلتهم ميزة القنوات بيقدروا ينضموا هنا لقائمة الانتظار، وأول ما تصل القناة الواتساب راح يبعت لهم رسالة. طبعا ربط الصفحة هذه حيكون بالوصف. ركزوا معي في النقطة هذه. هنا بقول لك نحن نطرح خصائص جديدة تدريجيا. ركزوا على كلمة تدريجيا. في الأماكن التي تتوفر فيها خاصية القنوات، قد لا تتوفر لك حاليا بعض الخصائص مثل إمكانية إنشاء قناة. يعني الواتساب نفسه بقول لك يا صديقي احتمال كبير انه ميزة انشاء قناة عندك مش هتكون متوفرة، وهذا الشيء طبيعي جدا. بقولك الواتساب انه احنا بنبعت المميزات هذه بالتدريج. كل اللي عليك تعمله انك تصبر ودايما تتأكد انك انت محدث تطبيق الواتساب لاخر تحديث. يعني حسابك على الواتساب سليم ورقمك سليم، ما في اي مشاكل. الموضوع كله انه هذه الميزة جديدة وكل شيء قاعد بصل بالتدريج. يعني المطلوب منك بس انك تصبر. طبعا رابط الصفحة هذه راح يكون بالوصف اسفل الفيديو، ادخلوا اقروها وشوفوها. وطبعا شوفوا هان شو هي مميزات القنوات، ايش بتقدر تعمل فيها. الموضوع هذا حلو جدا وصدقني هيفيد ناس كتير. تمام، مش عايز حد يقلك، الموضوع ده طبيعي جدا. المميزات راح تصلك ولكن بالتدريج، لانه الميزة هذه جديدة يا صديقي، فالشي هذا طبيعي جدا. وبس والله كان هذا فيديو اليوم، اتمنى اكون افادتكم واتمنى اكون ريحتكم شوي. لا تنسى تحط لايك وتابعني اذا انت جديد، واذا كنت محتاج اي مساعدة كلمني على حسابي على الانستغرام وانا عيوني الك. وبس والله، السلام عليكم.